بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أأنسى حسينا بالطفوف مجدلا على ظمأ والماء يلمع ضامئا. أأنسى حسينا، أأنسى حسينا بالطفوف مجدلا على ظمأ والماء يلمع ضامئا. ووالله لا أنسى بنات محمد بقين حيارى، قد فقدنا المحامية. ووالله لا أنسى بنات محمد بقين حيارى، قد فقدنا المحامية. ولم أنس حول السبط زينب إذ غدت، شبيها زينب، ولم أنس حول السبط زينب إذ غدت تنادي بصوت صدع الكون عاليا. شو تقول؟ تنادي بصوت صدع الكون عاليا 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 عاليا. شو تقول؟ أخي لم تذوق من يد الماء شربة، أخي لم تذق من بارد الماء شربة، وأشرب ماء المزن بعدك صافيا. يصير ما يصير؟ أخي لم تذق من بارد الماء شربة، وأشرب ماء المزن بعدك صافيا. أخي يا هلالا، أخي يا هلالا، غاب بعدك ماله فعادت به أيام سعدي لياليا. أخي يا هلالا، غاب بعدك ماله فعادت به أيام سعدي لياليا لياليا. خويا علي عزيز، أن أراك على الثرى، علي عزيز أن أراك على الثرى، عليك عزيز أن ترى اليوم ما بيا. علي عزيز أن أراك على الثرى، عليك عزيز أن ترى اليوم ما بيا. أحاشيك أن ترضى تروح واشرا سبايا، من الأعداء تطوي الفيافيا تطوي الفيافيا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ليلة البارحة قلنا من خلال مجموعة فقرات في خطبة الزهراء الكبرى وخطبة الزهراء الصغرى، ها بعد انتو ويانا إن شاء الله، والفهمنا من هذه الفقرات المتعددة في خطبتها أن الزهراء سلام الله عليها شخصت أمرا مهما حدث بعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا الأمر خطير خطير كما في ثقافة القرآن الكريم. شنو هذا الأمر؟ ما يتذكر الإخوة؟ الانقلاب، مو شيء ولا الانحراف، الضلال، صحيح، الشرك بعد الإيمان. وهذا بينا شلون ليلة البارحة، بينا شلون كل هذا حدث بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه
وآله، وبينا خطورة هذا الموضوع خصوصا وأنه حدث في أخطر أمر الدين أمامه في كفة وهو في كفة، كما بين القرآن الكريم. وتلونا عليكم الآيات وتوقفنا في نهاية بحث ليلة البارحة حتى الليلة أدخل مباشرة بالانحراف والضلال والانقلاب والافتتان وهلم جرى. آخر ما توقفنا عنده ليلة البارحة قلنا أن الموضوع اللي وقع فيه هؤلاء كان موضوع خطير كبير، القرآن الكريم بيّن أنه الدين كله متوقف عليه، وهذا الأمر مو فقط الله بين المسلمين، بيّنه حتى لمن؟ لليهود والنصارى. بعد قلنا البارحة جبنا الآيات، يعني ووقعوا فيه ووقعوا جماعتنا فيه. به كمل الدين تمت النعمة، وهاي تمت النعمة لاحقنا بقية خيوطها في القرآن في مسألة تغيير القبلة وشبهها بآية الغدير أتممته، وفي مسألة صلح الحديبية أو فتح مكة وارتباطها وشبهها بالغدير من خلال بعض الفقرات القرآنية، وهذا كله بيناه ليلة البارحة. خلص هاي التلخيص كمل، حتى لما نكمل الليلة الكلام يكون شنو؟ واضح. زين الآن خلوني مباشرة أروح، وأنا أشكركم واقعا على حضوركم قبل، لا أنا كنت أتصور الليلة ماكو حضور على الوضع الأمني الموجود بالكوت والشوارع المغلقة، أطلب من الله أن يحفظكم. أدري صعوبات لاقيتوا، سياراتكم ما توصل للمكان، يوم الوضع الأمني مرتبط بالعراق كعادة العراق، يعني هو العراق يا يوم الوضع الأمني ماشي بيه حتى اليوم مرتبط، وأكو يوم الوضع الأمني استقر بالعراق حتى مرتبط بعد هذا البلد ما أعرف. أطلب من الله أن يحفظ بلدنا بمحمد وآله الطاهرين، وأن يرجع كيد أعدائنا إلى نحورهم، وأن يفرج عنا، وأن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة، وإلا الوضع مؤلم أيها الإخوة، الوضع مؤلم. وأنتم مدعوون للتغيير، بعد للتغيير. جيد، حسن قبل لا أبدأ بالبحث أكو قضية ثانية نبهون عليها الإخوة كون أقولها، جايتنا شهادة الإمام الهادي قبل لا أبدأ بحثي، يعني إذا بديت بالبحث بعد ما أقدر أبين هاي الأمور، خلي أخلص من هسه. جايتنا مناسبة الإمام الهادي سلام الله عليه، أتصور مهم أن يكون لنا قدم في سامراء، كلش مهم أن نحيي ذكرى هذا الإمام العظيم صلوات الله وسلامه عليه، والدولة مدعوة لتهيئة الظروف خصوصا الظروف الأمنية للزائرين بشكل كبير جدا باعتبار السنة الأوضاع الأمنية تعبانة كلش، فهي مدعوة لحماية الزوار وأتباع آل البيت، واجبهم أن يرحون إلى زيارة الإمام الهادي وإحياء أمر الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. هذا هم انتهينا من الموضوع، خلونا الآن مباشرة إلى موضوع الضلال اللي شخصته الزهراء وأشارت له الزهراء والانقلاب. إخواني ما أدري هسه بالقرآن أكو عندي شبكة آيات أرد أقراها بسرعة وأوصل للموضوع المهم اللي أنا محضره، أكو عندي شبكة آيات مهمة في القرآن الكريم. إخواني لقيت في القرآن من هم الضالون في القرآن، والزهراء أشارت إلى الضالين. طبعا هذا موضوع خطير، أنت كل يوم بصلاتك إذا ما تتبرأ من الضالين والمغضوب عليهم صلاتك مقبولة يوم ما مقبولة؟ أسألك، ها صلاتك ما مقبولة صحيح ولا؟ لأن هاي في سورة الفاتحة الحمد، فإذا ما تقرأ هاي السورة صلاتك شنو؟ باطلة. غير المغضوب، يعني تتبرأ أنت يوميا مطالب بصلاتك أن تتبرأ من المغضوب عليهم ومن الضالين. وتدرون هذا المغضوب عليه بعض الأحيان يصير مسلم مغضوب عليه، مسلم الله يغضب عليه صحيح ولا؟ يعني هاي ما مرتبطة بس بالكافر، مسلم مغضوب عليه. ما أدري هاي بصحيح مسلم أنه فاطمة يغضب الله لغضبها، وبالبخاري ومسلم، وبالبخاري ومسلم فاطمة ماتت وهي غضبة وغاضبة على إلى آخره. خلاص يعني الله غاضب عليه، أنت كل يوم صلاة تتبرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تتبرأ منهم، موضوع خطير. هسه خلونا فقط عند الضالين، وإلا بحث المغضوب عليهم في القرآن هم بحث طويل الذيل. إذا نفتح كل هاي الجبهات القرآنية إذا جاز التعبير إخواني ما راح نطلع، ما راح نطلع، هاي الحكي رادنا بعد أسبوعين حكي هذا. هسه خلونا بسرعة منهم الضالين بالقرآن، وخنطبق
تشخيص الضالين، وهذا التشخيص ينطبق على الذين انقلبوا وبدلوا وظلوا وأظلوا بعد شهادة النبي لو ما ينطبق. فنشوف باعتبار احنا كل يوم نتبرأ منهم بالصلاة، خل نعرف ايش قاعد نقول بصلاتنا. ركزوا وياي، مثلا لقيت في القرآن الكريم ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. اللي يبدل الكفر بمن؟ بالإيمان، يعني يقبل الكفر ويترك الإيمان. أنا أسألك بالله، هذا ينطبق على المنحرفين والمنقلبين بعشات النبي لو ما ينطبق؟ أسألك ها؟ شو هو بس ينطبق؟ شلون ينطبق؟ شلون هم بدلوا الكفر بالإيمان؟ شلون؟ شلون؟ إخواني الله يحفظكم، أنا مبين بسبع ليالي أن الإيمان في القرآن أكثر من 50 آية، أن الإيمان في القرآن ولاية محمد وآل محمد، هذا مبين آني. ولهذا حتى القرآن أكو عند آية يقول ومن يكفر بالإيمان. ومن يكفر بمن؟ مو بالإسلام. فرق بين الإسلام والإيمان، الإيمان أعلى درجة من المسلم، المؤمن أعلى درجة منين؟ مسلم. المسلم جوارح، الإيمان جوانح. المسلم جهاد أصغر، الإيمان جهاد أكبر، يعني جهاد قلب، جهاد نفس. هاتي هو أيضا ناكم ما أقدر أقول هذه التفاصيل، ما أدري. رسول الله، لا التفتولي، رسول الله عندنا وعد غيرنا، لما برز علي لعمر ابن عبد ود ماذا قال النبي؟ بالله أسألكم، تتذكرون وما تتذكرون برز شنو؟ الإيمان. الإيمان بعضه يو كله. ها القرآن يقول ومن يكفر بالإيمان، من الإيمان كله اللي برز لعمر، من الذي برز؟ القرآن يقول أكو ناس يبدلون الكفر بمن؟ بالإيمان. بعد وفاة النبي أكو بدلوا علي بن أبي طالب غيره يوم أكو، وعلي هو الإيمان كله. القرآن يقول ذولا شنو؟ ضالين، ضلوا سواء السبيل. إذن هذا ينطبق لو ما ينطبق؟ هذا أول واحد ينطبق. طبعا هسه تقول لي شلون الكفر؟ هنا هم أكو حكي هواية، وبعض هاي الأبحاث المشكلة أنا طارحها، المشكلة بعض الإخوة ما متابعين كل أبحاثي، إذا أبينها مرة ثانية يقولون قام يعيد، شايفين. إذا ما أبينها أقول أنا قبل مسولفة، بعض الإخوة ما متابعين كل محاضراتي، هسه يقول ما افتهمنا شو نقول، حيرة، ما تعرف شو تسوي، ما تعرف. حقيقة والله ما تعرف. الكفر في القرآن على 5 أقسام. الكفر مو بس هذا اللي نعرفه أنا وياك لبالنا، الكفر يعني ملحد، يعني كافر، يعني ما يعترف برب العالمين، يعني ينكر ضرورية من ضروريات الدين، يعني 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 بعض الأحيان لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. شوفوا هاي كفرتم في مقابل شكرتم، يعني هنا كفرتم بالنعمة. أكو ناس يشكرون النعمة وأكو ناس شنو؟ يكفرون بالنعمة. ما أدري يوم الغدير أتممت عليكم شنو؟ نعمتي. شنو نعمته؟ ولاية علي. أكو ناس يكفرون بمن؟ بالنعمة، يعني بالولاية. أكو ناس يبدلون الكفر بمن؟ بالإيمان. الإيمان علي والكفر كفر بنعمة الولاية. بدلوا يا ما بدلوا؟ القرآن يقول ذولا ضالين، واضح. ولهذا بعد ما تستغربون يا أيها الرسول، كلش ركزوا يا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولا تتبع الأدبار زالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. خو ذولا أي كافرين؟ ذولا راجعين من حجة وداع. الراجع من حج، يعني راجع من الحج، الراجع من الحج مسلم يو كافر؟ أسألكم، مسلم؟ شو القرآن يقول كافرين؟ إن الله لا يهدي القوم الكافرين. شو بابا كفروا بالنعمة ذولا؟ النعمة اللي تمت يوم الغدير. ما أدري وصلت الصورة ولا ما أعرف، والله ما أدري قاعد توصل الفكرة. مثلا شاهد ثاني في سورة المعارج، بداية سورة المعارج، سأل سائل بعذاب واقع، فاكرون قصتها؟ يعني قال له أمرتنا بيوم الغدير، أمرتنا بالصلاة صلينا، بالصوم فصمنا، زكاة زكينا، حج حجينا. يعني هذا مسلم يوم مو مسلم؟ مسلم. ما طابت نفسك حتى أمرت علينا ابن عمك هذا منك أم من الله؟
قرآن شي يقول؟ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين. آخر ما هو يقول أمرتنا بالصلاة فصلينا بالصوم وصمنا أي كافرين. ذولا كفروا بمن؟ بالنعمة. بالنعمة ومو بس النعمة، غير النعمة. ولاية علي بن أبي طالب مو فقط تنطبق عليها النعمة، موارد أخرى كالنعمة أيضا كفروا بها فيصيرون بهالمعنى هذا كافر. سواء كان فقهائنا من حيث الظاهر يقول هو مسلم ومعصوم الدم والعرض والمال لكن من حيث حقيقته هو مو مسلم. بس هذا بحث، هذا بحث. هسه اذا العنوان الاول ينطبق عليه ولا ما ينطبق؟ هاي الضالون في القران تفتوا بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي البارحه بينا ما راح اوقف عنده. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. احنا البارحه قلنا اليهود والنصارى اتبعوا احبارهم بالباطل، القران يقول اتخذوهم ارباب من دون الله. لما اتخذوهم ارباب يعني اشركوا لو ما اشركوا؟ اشركوا. زين جماعتنا لما اتبعوا ناس حرموا حلال الله وحللوا حرامه واتبعوهم يعني عبدوهم يو ما عبدوهم؟ عبدوهم. يعني اشركوا يو ما اشركوا؟ اشركوا. القرآن الكريم يقول المشرك شنو؟ ضال. كنت منا بصلاتك كل يوم والا صلاتك ما مقبولة. ويقول لك انتو الشيعة منين جبتوا البراءة؟ جبناها من سورة الحمد اللي ما تقبل الصلاة من دونها. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير شنو؟ مغضوب عليهم. وبعد اتفقنا انا وياك هاي ام الكتاب بعد صار ما قاعد يمشي من جيبي يا جماعة. والله يعني مصيبة يعني بدول شو تسوي لهم تفتح عقول وما له ماشي. هسه هذا البارحة سولفنا به بعد مريض، خلينا نقرا آية أخرى. هسه ما أدري صار المورد الأول للضالين في القرآن يا مورد نحفظ. الذين بدلوا الكفر بمن؟ بالإيمان. ينطبق على المتقمصين وأتباعهم. أما والله لقد تقمصها. زين المورد الثاني شنو؟ الشرك. بعد لا تخافون جاوبوني. الشرك وأيضا شنو؟ ينطبق عليهم. ثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل. ينطبق عليهم لو ما ينطبق؟ عصوا الله ورسوله يوم ما عصوا؟ ها عصوا؟ عصوهم مو بمورد، بموارد. بس لعله مئات الموارد. عصوا الله ورسوله. القرآن يقول اللي يعصي فقد ضل. المشرك ضل. اللي يبدل الإيمان شنو؟ الكفر بالإيمان شنو؟ ضل. ثلاثة تنبيهم وهم عصاة. وأعظم أمر خطير عصوا به أنه بايعوا النبي على ولاية، بايعوا عليا سلام الله عليه على أن يكونوا أتباعا لعلي ومن ثم نكثوا بعهودهم. صحيح ولا؟ هذا ذنب من الذنوب، معصية من المعاصي، وبقية المعاصي كثيرة لا تعد. يا أخي أم المعاصي هو الخلافة، وأم المعاصي شهادة الصديقة فاطمة، هو اللي يقتل فاطمة بنت رسول الله. شنو هذا؟ احنا ليش يعني ما أدري شلون نحكي يعني ما أعرف. هو اللي يقتل أم أبيها، شنو حكمه هذا؟ شنو حكمه هذا؟ ما هم ما ارتكبوا معاصي يعني مو تدرون هي المعاصي هم نسبية. هسه أنا أكو بحث أخلاقي طويل الذيل ما أريد أدخل به، أنه أكو عندنا كبائر وصغائر يوم ما عندنا. أكو عندنا يو لا ما لهذا الكتاب لا يغادر شنو صغيرة شنو ولا زين. شلون نشخص هاي صغيرة وهاي كبيرة؟ بعض العلماء كرأي 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 هسه انقبل من قبل هذا بحث آخر كرأي يقول هي مسألة الصغيرة والكبيرة نسبية نسبية نسبية. يعني هي الغيبة كبيرة، الغيبة شنو كبيرة، لكن لما تخليها أمام قتل المعصوم شو تصير؟ يصير أقل، بعد ذلك يصير أكبر وأكبر 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 وأكبر. مو شيء ولا؟ دعاء
ذولا عصيانهم هم ما كان عصيان عادي، عصيان تهتز له السماوات والأرضين، واهتزت وبكت وبكت دما. ذولا بعصيانهم أبكوا السماوات والأرضين دما. ذولا ظلوا وأظلوا. هسه صار عندنا كم عنوان للضلال؟ حفظوهن، 3 4. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. أسألكم بالله، اتخذوا أعداء الدين أولياء حتى يضربون أهل البيت يا ولا؟ شو تقولون؟ اتقووا باليهود والنصارى حتى يضربون النبي وآل النبي يا ولا؟ مستشار معاوية منو كان؟ مسلم يا نصراني؟ ها؟ ومستشار يزيد القلة أقتل الحسين، سرجون كان مسلم يا نصراني سرجون؟ ومستشار المتوكل الديزج اليهودي، ومستشار من كان قبلهم، ومستشار من جاء من بعدهم، كلهم أعداء الدين كانوا يتقوون بهم على آل رسول الله. أيها الإخوة، بلكم قضية لعله بعض الإخوة ما يدرون بها أو يدرون بها فنكررها. أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع. يقول الشاعر، تفتولي شوية في مسألة كربلاء، يقولون سوق السلاح كان بأيدي اليهود، فاليهود قام يعملون ليلا ونهارا حتى يوفرون السلاح لمن يحكم المسلمين يزيد ابن معاوية حتى يقتل ابن رسول الله. سوق الصيرفة والذهب والفضة كان بأيدي النصارى بالكوفة. الدولة من قد ما صرفت أموال على الجيوش وعلى عوائل الجنود وإلى آخره حتى تقتل الحسين، صار عندها عجز بالميزانية. اللي سد هذا العجز هم نصارى الكوفة، لأن ذولا كانوا أهل أموال طائلة وأهل ذهب وفضة، قام ينطون فلوس للدولة الأموية حتى تقتل الحسين. يعني اتخذوا أعداء الله أولياء يولا؟ القرآن يقول اللي يسوي هذا ضال مضل، ومو بس ذولا الصغار، حتى الكبار اللي قبلهم، أقصد الكبار اللي أسسوا الرؤوس. يا إخوان، كعب الأحبار منو جابه ودخل تراثه بتراث المسلمين، دخل تراث اليهود بتراث المسلمين؟ منو جاب كعب الأحبار؟ تدرون يوم ما تدرون؟ تدرون الأوائل جابوه. الثاني جاب كعب الأحبار اليهودي، الثاني جابه أبو ذر منعه من الحديث، واليهودي كعب الأحبار قام يصعد منبر النبي ويسولف بكيفه. اللي وحدة من عدن قال له اسم باب الشيب الشيب يذكر، قال له للإمام الصادق عليه السلام أكو رواية منقولة عن كعب الأحبار عن رسول الله أنه الكعبة تسجد كل يوم لبيت المقدس. الإمام الصادق قال لهم كذب اليهودي ابن اليهودية، ما قال جدي ذلك، البيت الحرام أعظم من بيت المقدس، بس هذا يهودي. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة، مو بيت المقدس، الكعبة قبل بيت المقدس المشرفة المكرمة. إن أول بيت، حتى هسه ما أدري من باب الشيء بالشيء يذكر، ما أدري أحب بالتفتيلي وتعبوا وياي. حتى أتذكر شفت مناظرة لأحد العلماء وايد حلوة، أحدهم كان يقول من الطرف الغير يعني، كان يقول أنه الكعبة أول ما تأسست بزمن إبراهيم وإسماعيل هم بنوها. أحد علمائنا ضحك قال له شلون تضحك؟ ليش تضحك؟ القرآن يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، فهم بنوا البيت.
عالمنا قال له ذاك قال له حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. ولك بابا هم بنوا البيت ببرا ما كبر إسماعيل صار رجال شاب وقام يبني ويا أبو جدد بناء البيت. إسماعيل كان طفل وإبراهيم يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند شنو؟ عند بيتك المحرم. يعني كان البيت وإسماعيل طفل صغيرون يوم ما كان كان بس جددوا بناءه مو أسسوا لأن إسماعيل مو شاب يبني البيت ويا أبوه من كان طفل إجا ويا أم هاجر. الله يقول على لسان إبراهيم لما جاب الأم وطفلها عند بيتك المحرم يعني كان موجود البيت يوم ما كان كان عند بيتك المحرم بس يحتاج تجديد جددوا بناء. سكت قال له إيه علماء الشيعة ما ينقدر لكم بالقرآن وغير القرآن. قال أنت حفظت لك آية نسيت 10 آيات أنت ما تفهم بابا هذا من قبل آدم موجود وعدنا في الروايات الشريفة أن كربلاء قبل الكعبة هم موجودة. حس الروايات موجودة بس مخاف واحد يقول لي بدأ شو قام يحكي لا روايات صحيحة وموجودة بوسائل الشيعة كتاب الحج للحر العامل وغيره. جاي حس ما أدري صار عندنا كم مورد 4 لتشخيص من هم الضالون في القرآن. الآن شخصناهم وكل هاي الأوصاف تنطبق عليه من؟ على الذين انحرفوا وانقلبوا وضلوا وأضلوا بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله. زين هم وليش الإنسان يضل؟ ما أدري هذا مهم يوم مو مهم. هو ليش الإنسان يضل؟ هذا شخصنا من هم الضلال والضالين في القرآن. لا هو ليش يضل الانسان؟ شنو الامور اذا سواها يضل؟ شنو حتى ذولا ضلوا ووقعوا؟ هم بحثت بالقران لقيت هاي الاسباب. هسه ما ادري انا جمعي كامل او ناقص انا ذن اللي لقيت بحدود مطالعتي لعله اذا تطالعون وتدققون تلقون امور اكثر من عندي. انا اللي لقيتهم مثلا من الاسباب للضلال اللي لقيتها في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. والله البحث ما ادري كلش مهم لان احنا الان قاعد نمر بدوامه خطيره كلش خطيره وانا البارحه قلت بس ما اقدر الحق ما راح الحق ابين كل هاي الامور قلتها البارحه انه الانقلاب والضلال والاضلال وغيره هذا يكون مره على مستوى عام مره يكون على مستوى عام مره يكون على مستوى خاص مره حتى يكون على مستوى شنو اخص. يعني لعله حتى بعض جماعتنا مو اقصد عموم المسلمين ذولا وقعوا وضلوا بعض ربعنا الشيعة بعض الاحيان يضلون. يا اخوان اني اسالكم بالله الزيدية ظلوا يوم ما ظلوا والإسماعيلية ولا الشيعة بس ظلوا والواقفة الواقفة ظلوا زين. هسه تقول لي ذولا مو 12 خل نخليهم انحراف بمعنى خاص أجيب لك انحراف بمعنى أخص. ما أدري تعرفون إيش المغاني وما تعرفون إيش المغاني من المقربين للإمام الثاني عشر من المقربين للإمام الثاني عشر المعصوم الرابع عشر الإمام الحجة كان من أقرب المقربين للإمام. يظهر الإخوة ما عندهم اطلاع عنه ما أدري تدرون هذا ظل وهو إمامي 12 وكان من المقربين للإمام المهدي وصدر اللعن من الإمام المهدي بحقه لعن الإمام. انحرف هذا انحراف بمعنى شنو؟ أخص انحرف وقع مثلا مو سهلة يعني تخوف يعني. أنا وياك إن شاء الله الآن راكبين بسفينة النجاة مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح راكبين بس مو بالضرورة ترى نبقى راكبين لعله ننزل منها نستجير بالله أعوذ بالله غيرنا كان راكب ونزل نزل تركها للسفينة نزل قال مثل ابن نوح سآوي إلى جبل يعصمني نزل راح. فيعني الغربال ترى بعده يشتغل يعني خاف عسبالكم لا يشتغل هذا ماكو لتغربلون ثم لتغربلون قاعد يشتغل خصوصا آخر الزمان أقوى غربالش وقت آخر الزمان يضل الإنسان والآن قاعد ترى
يعني بصراحة ما أقدر أسولف شوية كلش بصراحة يعني مو كل ما يعرف يقال. الآن أنتوا قاعد تشوفون يعني أشكال وألوان أكو يعني ما أدري تعرفون قصدي ما المهم المهم. فالله الله بدينكم، الله الله بعقيدتكم، دير بالكم على أرواحكم. ترى الحكي مو سهل، صعب كلش صعب الحكي، والله صعب، أقسم بالله صعب. والله إحنا في طريق صعب المستصعب، مو سهل المستسهل. ذات شوكة خل نحافظ على أرواحنا وأرواحكم، الله يحفظكم. حافظوا على أولادكم لينحرفون ليضلون. ما أدري هذا اللي أقدر أقوله، أكثر من هذا ما أقدر أحكي بعد ما أقدر. بس إن شاء الله تعرفون أنا إيش أقصد وإيش أقول وإيش. ما أدري تقارين عن العبرتائي ومقارين ع... مو بس إيش المغاني، العبرتائي قارين عنا يوم إمامي 12 من المقربين لآل البيت 12. راح 25 المكة ماشيا على قدميه، لعنه الإمام المهدي من بعد ما ظل، لعنه، قال لعنة الله على العبرتائي ولعنة الله على الشلمغاني، وهم كانوا من المقربين للإمام، ظل ترك الطريق. فيعني خاف عسبالكم أنا قاعد أسولف عن قبل 1400 سنة والقضية يعني متوقفة عند حدود 1400. لا يا سيدي، تاكل وتشرب اليوم ويانا هاي القضية، يعني خاف عسبالك يعني اليوم تاكل وتشرب ويانا، يعني باب هذا مفتوح ترى. فخنشوف الإنسان ليش يظل حتى نداري أنفسنا نخاف على أرواحنا يعني أولادنا. ها لقيت في القرآن أول سبب من أسباب الضلال، خلي أقرأ الآية ونخلي عنوان. بسم الله الرحمن الرحيم. من اتخذ إلهه هواه وأضله الله. هذا واحد، حفظوه. اللي يتخذ إلهه منه هواه. هواه يقول له اسمع أغاني، اسمع أغاني. هواه يقول له ما أعرف إيش، ما أعرف إيش. هواه يقول له ضرب هذا، يضرب هذا. هواه يقول له مشبرة هذا، يمشبرة هذا. هواه يقول له سب هذا، يسب هذا. هواه يقول له خذ رشوة، ياخذ رشوة. هواه يقول له سقط الناس، يسقط الناس. هواه يقول له احكي على العلماء، يسعي العلماء. هواه يقول له احكي على خدمة الحسين، يحكي على خدمة الحسين. هواه يقول له ما تعرفه. برا هوا هوا شي يقول لي يمشي وراه. القرآن يقول هذا نتيجته شنو؟ يظن. ما أدري ذولا بعد وفاة النبي تركوا أهل البيت اتبعوا هواهم، يوم ما اتبعوا هواهم، اتبعوا هواهم ما اتبعوا الله. الله قالهم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وخذه. ودائما هسنانهم أكو حشاية أقول لكم بيها، دائما الأوامر، المشكلة هالوقت يركم، دائما الأوامر الإلهية الله يطلب بأخذها بقوة مو بضعف. يا يحيى شنو؟ خذ الكتاب شنو؟ بقوة، بقوة مو بضعف، ولا يضيع منك، يضيع منك. خصوصا شبابنا، أنا أشوف قطعة الآن قدامي موكب طلبة الأقسام الداخلية جامعة واسط جايين، مع أنه الظرف الأمني اليوم في واسط صعب، الشوارع مغلقة، وجايين أقسام الداخلية. أطلب من الله أن يحفظهم، أنا أقبل جباههم جبهة جبهة. أنا أحب شبابنا خصوصا طلبة جامعاتنا، أحبهم بشكل لا يصدق، لأنه المستقبل ذولا، المستقبل هم. أطلب من الله أن يحفظهم وأن يوفقهم وجزاهم الله خير على مجيئهم، ونفتخر بهم، هم رفعت رؤوسنا إن شاء الله، وهم أصحاب صاحب الزمان إن شاء الله، وهم أنصار الإمام المهدي إن شاء الله، وهم أنصار هذا المذهب المظلوم إن شاء الله، وهم صوت آل البيت للعالم إن شاء الله، وهم وين ما يرحون عبارة عن حسينية تدافع عن أهل البيت إن شاء الله. ما عدنا غير شبابنا، هم أملنا. ودائما انا طالب شبابنا بان يكملون دراستهم، ما ادري الاخوه اللي يتابعوني يدرون، دائما اركز على هالمعنى، يا شبابنا كملوا دراستكم، نريد كفاءات، نريد شهادات، نريد مقصود. اتباع الهوى يضل الانسان، خلوها ببالكم، خلوها ببالكم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيل الله. اخواني البعض يفهم من هاي الايه اندادا اصناما، يعني خلوا صنم حتى يضلون الناس عن الله، الناس تعبد شنو؟ صنم. صحيح الكلام، ولكن ايها الاخوه القضيه مو بالصنم، ند ند لله. بعض الاحيان الصنم يكون بشري، بعض الاحيان شنو الصنم؟ شي يكون بشري. اني اعبد صنم بشري،
وبعض الأحيان أعبد صنم حجري. ولهذا أكو معلومة أنا ما أدري قايلها على المنبر ما قايلها، موسى يقول للفرعون فأرسل معي بني إسرائيل، فأرسل معي بني، ليش؟ لأن يقول لبنو إسرائيل ما دام أنت وياهم بيعبدون الله، أنت شيطان رجيم تحول بينهم بالعبادة الله، إذا تركوك يعبدون الله، فأرسل معي بني إسرائيل. هذا صنم شنو؟ بشري يمنع الناس من عبادة الله. القرآن ايش قد عظيم، مو انا اول ليلة قلت احنا لو نتبع القرآن احنا الان فوق النجم، فوق النجم، فوق النجم احنا الان. ولكن لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، انا لله وانا اليه راجعون. بعد وما يضل به الا الفاسقين، الفاسقون هم اهل المعاصي. اذا المعصية شنو؟ تضل الانسان. الاهواء شنو؟ يضل الإنسان. الصنم بقسمي شنو؟ يضل الإنسان. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أنه من تولاه فإنه يضله، اللي يمشي برا الباطل اللي يتبع الباطل شنو؟ يضل. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كنتم من قبل لمن الغافلين، الغافل شنو؟ يضل. النايم شنو؟ يضل، لأن عدوك ما نايم. علي يقول من نام لم ينم عنه، من نام، انت من تنام عدوك قاعد يشتغل ويخطط ويدرس ويهيئ وانت نايم، يظلك يذبك بشط وانت نايم. كون تصير حذر، لا تغفل والا تروح وانت بدرب نفسك، تروح جهل مركب كما يعبرون في المنطقة. آخر محطة بالبحث، اللي أنا بدي أكثر حصة النعي، هسه بقالي ثلث ساعة، أنا أريد فد يعني ربع ساعة شوية أقل من ربع ساعة للنعي، بس أكو قضية مهمة أريد أبينها ما أقدر أمر عليها مرور الكرام. أيها الإخوة، هذا كل شخصته الزهراء بفقرات من خطبتها، روحي فداك يا أم الحسن فدوى أروح لك، علينا إلقاء الأصول، أهل البيت يقولون نحن نلقي الأصول الأسس، وعليكم التفريع وعليكم التفرع كما ورد في رواياتهم الشريفة سلام الله عليه. أنتوا ظليتوا بالإمامة والقبلكم وقع بالإمامة وانحرف وظل وانقلب، التفتولي واحدة من التجارب اللي بينها القرآن للضلال والانحراف والانقلاب في موضوع الإمامة آيات طالوت في سورة البقرة، وأكو بيها قضية. طبعا أنا كآيات أنا معبر سابقا، هذا البحث قسم منا مبينة قسم ما مبينة، الآن أرد أقول الجديد اللي ما مبينة، اللي مبينة بعد ما سامع شو أسوي له. أنا طارح بحث أنه أكو غديرين بالقرآن، ما أدري الإخوة متابعي ولا، أكو غديرين، غدير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك اليوم أكملت سأل سائل، هذا غدير، وأكو غدير قبله، والتشابه بينهما فظيع وكبير. أنا مبين الغديرين والتشابه بينهما، ركزوا ياي. الغدير الأول غدير صموئيل النبي مع طالوت الإمام، إذ قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت، إن الله الإمام نص، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، الملك الممدوح في القرآن هو الإمامة، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، يعني الإمامة. إن الله قد بعث طالوت ملكا، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، نبيهم هم صعد وحجه، أنا سميته غدير يعني سميته هم غدير، هذا صموئيل النبي أو شموئيل النبي، قالهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، يعني اعترضوا على نبيهم قالوا لما يصير إمام طالوت، أما طالوت منه نفس ربعنا. سبحان الله سبحان الله. الطريف هم القرآن، هذا كله آن مبينة سابقا بتفاصيل، الآن قاعد اختصر والآن راح أوصل لما مبينة. هم القرآن ما يقول قالا، يقول قالوا، يعني الاعتراف كان شنو؟ جماعي أو جمعي، شو يسمي مثل ربعنا
ارتد الناس الا اربعة يقول آل البيت. هناك نفس الشيء. زين. الغريب الضلال والانحراف وعدم تقبل الامام لقيته في ايات طالوت على ثلاثة مراحل. ولهذا اقول لكم حكاية وقت راح مع الاسف. راح اظلمه شلون ما كان راح اقوله راح اظلمه. بعض الاحيان الانسان ينجح بالمرحلة الاولى ويفشل شنو؟ بالثاني. بعض الاحيان ينجح بالثانية وشنو؟ يوقع بالثالثة. مو بالضرورة اذا نجحت بوحدة انت بالثانية راح تنجح. خلي بالك يمي الحكي خطر. القرآن ذكره حتى نستفيد. بس شلون؟ انا اقول لك. طالوت كامام اول فشل وقعوا به بنو اسرائيل قالوا انا يكون له الملك علينا، رفضوا الامامة لطالوت من الاساس. نبيهم بقى يحشو ياهم يحشو ياهم يحشو ياهم يقنعهم. قبلوا طالوت بعضهم، فلما قبلوا نجحوا يوم ما نجحوا جاوبوني نجحوا بعضهم نجحوا. زين ذولا نجحوا يعني خلص نجاوا؟ القرآن يقول لا، لأن ذولا البعض وقعوا باختبار شنو؟ ثاني. الاختبار الأول حرفوا بي وظلوا بي اختبار عن أصل الإمامة أن يكون له الملك علينا. أما الانحراف الثاني وين اللي وقعوا به؟ الانحراف الثاني قالهم بويا أنتوا قبلتوني إمام وملك وقائد إلى آخره، راح يجيكم ماي وأنتوا عطشانين ممنوع الشربون شنو؟ من الماي إلا اللي يغترف غرفة بإيده وإلا ممنوع الشربون. القرآن يقول النجحوا بالاختبار الأول وقعوا بالثاني فشربوا إلا قليلا منهم. الله أكبر الله أكبر. هسه ما أدري إذا ظهر أبو صالح إحنا بيا اختبار ننجاح بشنو نوقع. أطلب من الله أن يرحمنا بجاه محمد وآل محمد. إيه والله ما أنا ما أدري القرآن ذني ذكرهن حتى شنو يعني ما فهم غير حتى نستفيد منهن وعلى شنو ذاكرهن رب العالمين. يا إخوتي يا أحبتي مروتكم وين شبابنا؟ أين المثقفون؟ وين أحبابنا؟ وين نور عيننا؟ وين إخواننا؟ أخواتنا الجايات في هذا الظرف الصعب أطلب من الله يحفظهم. قسم نجحوا بالأول وين وقعوا؟ بالثاني. شوف القرآن شو يقول. يقول وين هن الآيات؟ صلوا على محمد وآل محمد. ها يقول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فشربوا منه إلا قليلاً منهم. زين هسه اكو ناس هم نجحوا. لو انا مشتبه اكو نجحوا. مولانا الكريم اكو ناس وقعوا بقسم شنو؟ ثالث. وباختبار شنو؟ ثالث. يا اختبار لما وقف جيش طالوت امام جيش جالوت قسم منهم ايش قالوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم لا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ذولاك وقعوا بأصل الإمامة النار. اثنين وقعوا فشربوا منه إلا قليلا منهم. ثلاثة لا طاقة لنا اليوم بثلاث مراحل وقعوا يا اخوان. ثلاث غرابيل وقعوا بيها الناس. ما اعرف احنا بعد شلون نحتاج شغل حتى نقوي انفسنا. اطلب من الله ان يرحمنا اطلب من الله ان يرحمنا. خلص حكي خلص. كان بعد عندي مواضيع كثيرة اتركها لوقت اخر ان شاء الله. الليلة لأن يعني الإخوة المجلس باسم أم البنين وإن كان تأخرنا على ليالي أم البنين بس هم مسوين اسم البنين. الإخوة يقولوا لي أريد شلون هاي الأبيات اللي قريتن بغماس شلون ذيك المجلس ذاك العظيم اللي بيدمع هيك أريد. ماكو مانع أقرأ ونحاول هم نطعمهم ببيت بيتين جداد إن شاء الله تعالى مع العشر دقائق اللي بقت لي. يعني الوقت قليل ما يكفي. لكن أم البنين نجحت بكل هاي الاختبارات يوم ما نجحت. ها والله يا سيدي نجحت بكل هاي الاختبارات ولهذا صارت أم البنين. ولا شو أم البنين نجحت بيهن كلهن ذنين
ذني وغيرهم كل النشحت فيهم البنين سلام الله عليها. ويوقف ضعن الإمام وهي تنتظر ويل عليها. روح الفاجدة وجر يا مرا يا مرا وليالي الفرقة من تمر يا مرا. هاي ما قاريها قبل. أم البنين تقول روح الفاجدة وجر يا مرا وليالي الفرقة من تمر يا مرا يا مرا وعين النوم ما ساعة يا مرا مو للأربعة لابن الزكية. والله عين النوم ما ساعة يمرها مو للأربعة مو للأربعة يا لبني الزكية. تقول عين النوم ما ساعة يمرها قاعدة انتظر أنا. زين هي قاعدة. الإمام زين العابدين يتشودر بتعبيرنا قبل المدينة ويجي ابن حذلم. قال له ابن حذلم أبوك خوش أبو كان يكتب بينا شعر أهل البيت. تقدر تكتب شعر تنظم الشعر؟ نعم يا ابن رسول الله. قال له روح اقرأ على الحسين اسبقنا للمدينة. ما اريد الناس يشوفونا من ندخل، نريد ندخل والناس ملتهين بغيرنا. ليش يا ابن رسول الله؟ قال له لقد خزينا من كثرة النظر الينا. تأذي هاي الغيور مو تأذي؟ والله هواي تأذي الغيور هاي الحشاية. الناس هواي باوعوا لعماتي واخواتي وبعد خلص ما نتحمل واحد يباوع لنا. امروتك اشغل الناس وبتش الناس على الحسين حتى تهيئهم انه واحنا داخلين الدار الحسين بخدمتك يا ابن رسول الله. ولهذا ابن حذلم سبق الضعن وراح للمدينة ووقف بالمدينة وصاح يا اهل يثرب لا مقام لكم بها. ما الخبر؟ قالهم عند رسول الله. ولك شبيك شنو لا مقام؟ قالهم يم النبي ما اقولكم ما تسوون اقولكم خذلتم الحسين المعزى هو رسول الله مو انتو. مولانا وصل إلى قبر النبي وقد اجتمع عليه الرجال والنساء والأطفال صاح يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين. فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار ولم صوت من الجمع الاكبر طلعت مره تمشي وتعذر وتنادي انا عش الخبر. مره كبيره والله تنادي انا عش الخبر وصوتك لعد الصخر يفسر. والله فسر وش هالمصيبه الله اكبر اثار المرم عباس. إيش رايده؟ أسألك عن الحسين. سبحان الله أنا أقول قتل الحسين تقول لي أخبار الحسين إيش بيها المرة هاي؟ قالوا لي لا تلومها يا ابن حذلم مذهولة مذهولة. إيش بيها مذهولة؟ قالوا لها هاي أم الأربعة يا ابن حذلم. راح أقرأ لكم إجداد بس بالبداية خلنا نقرأ المعروفات ونقرأ إجداد. هاي أم الأربعة هاي هي هاي يقولها عظم الله أجرك بجعفر وعنت الفدا الحسين يرحم. انا قلت لك جعفر يقولها وعبد الله غدا وياهم فرد كان تقول للفخر رحالة المختار. هاي شنو من المره قوية هاي؟ قال هو يدري العباس مهم عندها العباس مو سهل شبير العباس. يقول قلت خلي احرق قلبها بالعباس. يقول لي انت العباس ايش تقولي؟ القمر راح بعد ما عندك قمر ام القمر راح القمر. يقول لانت العباس ايش تقولين التوت وتقول قل بقرة العين بكى ودق على راسه وصاح. ليش ما تقرأ وياي يساعدني؟ والله يا حسين يا حسين يا حسين هي يا حسين صاحت يا ذل الصار وعد الله يا ابا عبد الله. ركضت الدار الحسين. زينب قاعدة بالدار. زينب بغرفة الحسين طلع ملابسه ابو علي الشمل. هنا اخوي كان يقعد هنا اخوي كان يقوم هنا ينام اخوي هنا هنا هنا. هاي غرفة علي الاكبر حبيبي هاي غرفة القاسم. زينب وقفت علوية على الباب قالت لها علوية ممنوع مرطب سيدتي وذا جاية تعزينا. قالت لها مريد مريد حتى معزية مريد 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 بس العلويات بنات رسول الله وبنات عقيل احنا نقعد نبكي بياناتنا غير ذني ممنوع مريد حتى معزية
الله يسلمها ما نريد عزاها ما نريد. ابحدنا ابحدنا ببيتنا نريد نبكي بخدمتك سيدتي زينب. وقفت العلوية على الباب سادة الباب وواقف كل ساعة تندق الباب نريد نعزيكم ما نريد شكرا عمتي ما تقبل. وبرا شوية ندقت الباب من الطارق معزية لآل رسول الله ما نريد معزية. زينب مانعة قلت لها علوية قل للزينب أمها على الباب. زينب بغرفة الحسين سمعت أمها صاحت يا الفواطم فكنا الباب. أم البنين تستاهل أصيح لها يوم ما تستاهل قل لي تستاهل أصيح حتى لو أذي روحي تستاهل. والله صاحت يا الفواطم فكنا الباب وتلقن شريكتنا بالمصاب. هاي ام البنين نسل الاطياب راحوا الهشمون اربع ساعات. طبت ام البنين سلام الله عليها اكو بيت قريته وارد اقرا بيت ما قاري. البيت اللي قريته قبل يقول تعدت ام عباس من زينب ترت وشافت زينب تريد تشبقها سالت النسوان ياهي هالمره يعني زينب هالكثر متغيره يعني زينب. البيت الجديد برا ما عرفتها تقلها يا يما لما نبه الحال شفتك تعديتك يا يما وما عرفتك. هاي ام البنين تقولها يا يما لما نبه الحال شفتك تعديتك يا يما وما عرفتك. والله ما عرفتك ايش سوت بيك يا زينب سفرتك. يا بس سوت بيك يا زينب سفرتك شلون على اخوتك كانت وقفتك. يا يما الحرم لي عرفيهم زينب انا مو بس انت ما اعرفك ذني بنات رسول الله كل المتغيرات ما اعرف هاي منو هاي منو. يا يما يا يما الحرم لي عرفين وحده وحده لي قربين وقلي لي سكينة يا هبين يا هبين. معقولة قلبك ما ينكسر وقلي لي سكينة يا هبين يا وصفة وألف وصفة علين. والله علين قبال عيونهن ضرب ولين. واويله واويله زين بعد ايش قلت لها. والله اسمعني اسمعني يظهر بعدك لا لا قلبك بعده يحتاج دسمه قويه شويه من عيار ثقيل حتى شنو هيئك حتى بتجي. هسه وين سكينه هاي سكينه وين فاطمه الصغرى بنت الحسين هاي فاطمه بنيت العليله تعاي سلمى على خيتك هاي سكينه وهاي متغيرات متغيرات. أم البنين أمهن ما تعرفه أم البنين زينب ما عرفتها محمد أخته ما عرفها من الحنفية. قال منو هاي الغريبة قال يا غريبة هاي زينب هاي غريبة زينب هاي هاشمية متغيرات زين هاي سكينة وهاي فاطمة وهاي وهاي وهاي. أم البنين التفتت الزينب قالت لها يا يما يا يما أنجدك عن رقية ما شفتها. ها بجيئت بجيئتها مو قلت لك مو قلت لك راح هيئك شاقتي لي عن سكينة وعن رقية وين هاي رقية ما هي هاي فاطمة. أنا جدت عن رقية ما شفتها خافوا يا البنات وما عرفتها. أنا جدت عن رقية هاي كله جديد قاعد أقرأ لك كله جديد. أنا جدت عن رقية ما شفتها خافوا يا البنات وما عرفتها. اسمعني بالله اسمعني العليلة واقفة في صفهم البنين العليلة دوم تنشدني على اختها على اختها عن رقية
العليلة دام تنشدنا على اختها ولن زينب بعبر جاوبتها انا برض الشام يا يمه دفنتها ولن زينب بعبر جاوبتها برض الشام يا يمه دفنتها.